قبل الفاصل في البيت الكبير كنا بنتكلم عن مسيرة كابتن رمزي صالح، وهي الحقيقة يعني مسيرة من نوع خاص ومعاناة من نوع خاص، كونك بالأساس فلسطيني. اليوم أنت بتحمل جواز السفر المصري أو الجنسية المصرية، ولك قصة مع جواز السفر المصري وكينيا واليابان ومستر جوزيه، مش كده؟ يمكن كان في أحد ماتشات الأهلي في دوري الأبطال، كان رايحين نيجيريا تقريبا أو زيمبابوي، المهم كان الفرقة وهي راجعة عندنا ترانزيت تقريبا 8 ساعات في كينيا. فالجواز الفلسطيني مش مدرج على الجوازات في كينيا، في مطار كينيا. فطبعا بعتوا للسفارة المصرية في كينيا عايزين تأشيرات للعيبة، أنا الوحيد اللي ما طلعش تأشيرة لان ما الجواز مش مدرج عندهم يعني. فمستر مانويل جوزيه بصراحه يعني هو اللي بيعجبك فيه انه برضو انسان بعيد عن الجانب الفني طبعا، مستر مانويل اللي يعني ما يختلفش عليه اثنين، لكن في الناحيه الانسانيه كنت موجود انا وامير واحمد عادل. فقال لي بص، لو الامور، وكنت بلعب اساسي، شوف اللي فين، قال لي لو في حارس اتصاب انت هتسافر، لو الحارسين ما اتصابوش انا مش هسافرك. قلت له ليه؟ قال لي عشان ما رضاش الاهانه ليك انه الفريق يقعد 8 ساعات يدخل فندق وانت تفضل قاعد في المطار. قلت له انا متعود يعني الامور عاديه. قال لي لا انا ما اقبلهاش عليك. شفت يعني هو بيبص إيه؟ لا هو كمان بيبص للجانب الانساني اكتر من الجانب الفني. انا ما يهمنيش فنيا، لكن الجانب الانساني. قال لي فنيا ممكن يلعب اي حد، قال لي لو واحد اتصاب فيهم انه مش هيبقى فيه، مش هيبقى غير واحد. قال لي هتضطر لو ما حدش اتصاب انت مش هتسافر، مش هرضى الاهانه ليك. دي حقيقه. لا شو يحصل طبعا، لغايه ما اتدخل السفير المصري في كينيا وكلم الكابتن حسام، طبعا كلمه وحل الموضوع قبل السفر يمكن ب 24 ساعة، واتدخلت السفارة المصرية، وانا دخلت في عهدة السفارة المصرية في نيروبي بدون جواز، يعني سابوا الجواز في الماء وانا دخلت في عهدة السفارة المصرية في خط الرجعة. والحمد لله رحنا، واحنا راجعين دخلت مع الفريق وكسبنا. ونفس الحاجة في اليابان، الاهلي في كأس العالم للأندية كان في مشكلة في التأشيرة بتاعتي، والفريق قعد مستنيني في المطار شوية، مطار اليابان، واحنا كنت داخلين. بتسافر لوحدك يا رمزي؟ لا طبعا مع الفريق. مع الفريق، لكن اجراءات التاشيره واجراءات السفر بتختلف عن اللعيبه، وبالتالي بتحتاج وقت شويه، لغايه ما الحكومه الفلسطينيه يمكن حلت جزء من المشكله دي وطلعوا لي جواز سفر دبلوماسي. بدا يحل شويه معايا الموضوع يعني.